حبايب قلبي، العمال صار لهم اسبوعين على قدم وساق. عشان ايش؟ عشان بحيرة السمك. شوف كيف شو استووا، شايفين يسوون شيء روعة. والله تعبت، والله يعني الحديقة انحرمت من الجلسة فيها عشان البوند هذي، فيش بوند. بس في شي روعة بوريكم اصلا الكتالوج اللي اعطوني قال احتفظي فيه، عرفتوا؟ عشان اشوف الموديلات والتصاميم، صراحة شيء خرافي، يعني يسوون اشياء حلوة.